نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تسجيل دخول بيكسارت خاص بكم. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، بعد ثم نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق بيكسارت، فيظهر على هذا الشكل. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعد سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن بيكسارت، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم